شو عم تسمعني؟ عم نادي لك صار ساعة. آسف آسف يا عمري، بس مشلوش بالحسابات ما انتبهت. ايه عادي ولا يهمك، يلا قوم العشاء جاهز. يلا حبيبي يلا، بس عندي ايميل ضروري لازم ابعته وبلحقك. ماشي، بس لا تتأخر، إذا برد الشاي ما رح أرجع سخنه. أوكي ماشي. ليش لحتى نصلحه؟ بهاليومين بنزل على السوق وبجيب لك خلاط جديد. بهاليومين؟ طب شو ساوي؟ ما الشغل لفوق راسي، مانك شايفة؟ عم بلا، يعطيك ألف عافية، بس يعني حرام شغل صغير، هاد ما بياكل أكل عادي، لازم أخلط له بالخلاط. هلا ما بيصير له شيء اذا اكل سيريلاك، يومين بس. صحيح؟ شو الطبخه بكره؟ ما عندي شيء اطبخه. ما مشكله، بتغدى عند امي. مثل ما بدك. ولا الا شو رايك بس تخلص الشغل تمرق تاخذني على السوبر ماركت نشتري لنا كم شغله؟ نطبخ طبخه ظريفه بنعزم امك واختك ونتغدى سوا. ما مشكله. شو دايما؟ لك لسه ما تعشيت؟ بدي نام خفيف معلش. عماد بلا غرازة، أنا لسه ما أكلت. أشر لك أنا؟ والله ما انتبهت، ما خير؟ طبعاً حبيبي ما رح تنتبه لي، مشغول لأنك ناقصني مصاري بدي حاسب. شرفي شو بابا؟ مبسوط؟ ها؟ الله وكيلك ضاج راسي، ما صدقت قيمت رجعنا على البيت. خديها ضيفي لجوزك. يسلموا ايديكي. الله يسلمك. وضلينا هيك للساعة 12 ونص وفقعت روحي. طب انت ليش تضلي ل 12 ونص؟ ليش ما رحتي قبل يعني؟ لك ما قدرت، مو ليشرف العريس ما اجى لل 11 ونص، قال هيك منبهى عليه العروس. شو هالحكي ها؟ معقول؟ شو عرسها لحالها؟ وانا قلت نفس الشيء، قال شو؟ بدها ترقص هي ورفقاتها واهلها. وبدها العريس يتأخر مشان ما يحطوا على راسهم ويتغطوا منه. هو له دلتين الخاطر، احسن ما ينصمد ثلاث ساعات، يعني و200 مره تراقب فيه من فوق لتحت، والله شيء بيلبيك. كلهم يحكوا الا انت. ما بتتذكري وقت عرسنا ما ضل وحده الا رقص وفقش معها، قال شيء بيلبك. انا؟ لا انا. ماشي. انا مريحه حالي، ما بروح على دعوه الا لعزيز وغالي. الله برافو عليك يا مرت عمي، وانا كمان نفس الشيء. بتعرفي هالروحات عم تجيب وجع الراس والمشاكل. اه والله لو سمعتوا كلامي واخذنا هالولاد ورحنا تعشينا بشي محل مو كان احسن؟ مزبوط عم تحكي مرت عمي مزبوط، بس هالحكي مو لي. لازم تحكي لابنك. وصلتي، اذا بدنا نستنى عماد بحياتنا ما رح نطلع مشوار، يعني عنده المكتب والشغل فوق كل شيء. كمان ساعة إلك وساعة لربك، يعني مو كل الوقت شغل، بس الحق عليك يا امي، انت يلي ما عم تحكي معه. مزبوط. لك شيل هالبطيخ من ايدك. احكي لك شي كلمتين؟ والله عيب عليك، كلياتنا قاعدين عمال بنحكي وانت باخر دنيا، ولك يبعت له حمى اللي اخترع العفريت هاد. والله انا اسف يا امي، بس لازم ابعت ايميل بالفواتير لقسم المحاسبه. ها؟ ايه؟ شو اختي؟ مين اللي ما خلى ولا مره الا رقص معها؟ شوف انا ايمتى؟ بعرسنا. ايه عم يمزح. أنا كنت
صغير لحتى نام. الله يسلمك. قلت لك لا تخليه ينام بالنهار مشان ما يعذبك بالليل. ما صدقتي. شو صار بالخلاط حبيبي؟ يعني لو مصي عليه من اليابان كان وصلها؟ خلص بهاليومين ان شاء الله اجيب لك اياها. انت من اهله؟ نسيان شي؟ عماد على شو عم تدور؟ نسيان مفاتيحة؟ لا موبايلي ما بعرف وين حطيته. مشان إذا عطشتوا شي أنت وصغير تدقولي. ريحة غريبة. حاطة شي على الغاز؟ آه. في ريحة شي عم يحترق. قديش شو عم مسوي منفك بإيدك؟ حبيبي مسكت موبايلي قمت لقيت ما في عليه نت. قمت قلت لحالي يا بنت جربي صلحي الراوتر. هيك يعني. عم لسه ما حطيت المفك دخن بوشي. يا حبيبي أنتِ لك أنتِ شو فاهمك بهي القصص؟ تمدي إيدك. قلت لحالي بجرب يعني ما مو غلط. هذا شكل الكهرباء لعبت وعمل شورت. ايه يمكن. طيب فداكي فداكي مو مشكلة مو مشكلة فداكي. شلون؟ والله شكله ظريف. شو ظريف؟ هذا أحسن ماركة بالسوق مكفولة 3 سنين. قدحت لك مشوار على المول الله مولاه لحتى لقيته. بس لاني وعدتك ها؟ الله يسلم ايديك يا رب يخلي لي اياك. يلا تعالي تعالي لقلك للولد. كبرني والله هلا لحتى اطمنت عليه. يا وليك. عماد نسيت اسالك. شو كلها؟ مثل ما انك شايفه كنت عم جيب الخلاط قلت لحالي يا ولد صارت وصارت جيب لك كم راوتر بدال اللي انتزع. حبيبي كم راوتر؟ كم راوتر؟ ليش العالم؟ كم راوتر بيحوا عندهم بالبيت؟ لك يا حبيبتي ما شايفة البضاعة كلها رخيصة وبتنتزع دغري؟ قلت بجيب كم واحد احتياط. شو صار يعني؟ ما صار شيء. برافو عليك حبيبي حذر. برافو. يا الله يا فدوى. سوسه وما عم بعرف اخلص منها. قولي عليكي شو حوبي وساكته لهلا. ايش طالع بايدي شيء اعمله وما عملته مثلا؟ لا حبيبتي ولا شيء. خليكي نايمه على ودانك. فدوى كانه انا جايه فش قلبي اليك وانت عم تتمسخري علي؟ طبعا بدي اتمسخر لانه وحده شايفه جوزها عم ينسرق قدامها وهي نازلة تعزيل وتحفيض وطبخ ونفخ وآخر النهار بتنام طب. شلون ما فكرت فيها هي؟ والله مزبوط عم تحكي. أنا بفترة الأخيرة مقصرة كتير بحقه لعماد. مقصرة بحقه؟ أي حقه حق إن شاء الله. لازم يبوس إيده وشه قفا على هيك مرة مثلك. طيب ما خطر لك تفتحي الموبايل وتشوفي شو عم يصير من وراكي؟ محلاني وعاملتها. وليش بقى؟ ما بعرف بس ما بقدر ما بقدر. لكن قدراني تتصفني فيه وهو سارح كل الوقت مع غيرك؟ هلا بلكي عم يحكي مع وحدة عادي يعني أصدقاء مثلا. شو بيعرفنا؟ ما لازم تشوفي مشان تعرفي. والله يا فدوى خطر لي خطر لي انه امسك موبايله وفتش فيه وهو نايم. بس ما بعرف ترددت وخفت. من شو بالله؟
خفت انه يطلع في شيء عن جد، بدها تصير مشكله طويله عريضه. واذا ما طلع في شيء كثير بيزعل من حالي انه شكيت فيه العماد. معناتها حاطه احتمال انه يكون في شيء. اختي خلصنا، خلينا هيك، لا عند شوف لقلب يحزن. بس هيك مو صح يا رهف، انتبهي منيح وفكري بعقلك. بعدين هيك قصة بتبلش بطبق الحنك، ما بنعرف وين بتقفل. بالله؟ يعني العقل بيقول إني اتجسس على جوزي؟ لا، العقل بيقول إذا في شي غلط لازم تصلحيه قبل ما يوقع الفاس بالراس. طيب شو بقدر أعمل؟ هلأ ما بتقدري تعملي شي لتعرفي كل شي.